احمد اسمح لي كيف جاكم هذا اليوم هذا التكريم؟ ماشي جاوا الاخوان ما يزيهم بخير، عطانا قيمه وشكرنا اسلام مرحبا بك كل شيء الحمد لله. شكرا الاخوان كلهم. انا عندي واحد القضيه نقول لك، مراكش كله زيادي ما نيش هادو كاع شكرتو لا الزاوية ولا قشيش ولا زعما الفلا ولا سيديوس ولا كلشي كلشي لا واحد مرة كلشي عزيز عليهم وتحبهم تحبهم وتا واحد ما تهدينا مع هاد الحكاية وتا كل مرة مرة والاخوان الله يجزيهم بخير شكروني هذا اليوم نعتذر لهم على هادشي انه الانسان هكاك تفكرك في الدنيا تفكرك تاني تاني تفكرك ماشي قايد الدنيا فايتو. اللهم لك الحمد تنشكر هذا جميع تاريج اللي طوروا دار هذا المسائل وساعدوهم الاخوان بزاف لهم ديال الاخوان يساعدوهم والحمد لله القول كلهم مزيانين وكاع الاصدقاء زينين وكلهم فرحانين والحمد لله. تشوف هنا مجموعه ديال اللاعبين اللي هما قدام وقدام بزاف واللي كانوا تعرفوا على يدك انت كمنقب، مجموعه ديال اللعابه اللي لعبوا مع فرق وطنيه وكذلك لعبوا كاين اللي لعبوا كاع مع المنتخب الوطني وكاين اللي لعب على يعني مع فرق دوليه. اليوم جاو عندك بحال بيقولوا لك يعني شكرا، شنو كتقول لهم؟ تنشكرهم بزاف. الانسان اللي عزيز عندك اللي يجهز عندك ما تيهمش باش تقول تيجي عندك تيسمع وتيجي الله يجعل البركه. اوكي ما شفتو انا 30 عام 30 عام ما شفتو وهما جاو الاخوان الحمد لله. صعبت المنصوري خدمت معاه انا باقي في الكوكب ما عمر هذا كنت شتي البجا والدري هذا تهلا فيه وتعلم ودار بحسابه وتهلا فيه ودعوه وغادي بيه حتى شو عبد المنصور الله يعمر هذا هذاك السيد ما نقولكش عاد عليه مزيان وكان الاخوان اللي ساعدوه ومساعدات من كل بلاصه حتى الحاج طاو الحاج المجيوري طاو الله يذكره بخير طاو طاو عطا لمراكش ماشي ما عطاش عطا لمراكش احنا الله يهدينا على بعضياتنا. وكاين الاخوان كاين معاهم لاعبين كاين مصطفى كاين عزيز غراف كاين مصطفى غراف كاين بزاف اللي لعبوا تاهم كاين تاهم اخوان جابوا مع البرك كانوا مزيان كان شاكير تاهو كان حسينك الورقي الله يرحمو بغيت نحسينك على مدة نجي ما كاين ما نقول لك وصافي. المهم الناس راه بغيت نقول بحسابك ما قلتش تيبقى انا كنعرف بانه جابوك الان من الفراش ديالك انت الان مريض طريح الفراش واش كاين اللي قدم لك شي مساعده في هذا المجال؟ واش كاين اللي قدم لك شي مساعده في هذا المجال الصحي؟ والله ما قبل مساعده شتي الحمد لله اي نجم عندك قلت له عليك بنادم عندي شي مساعده قلت له عليك بنادم ما تيبقى تكون صغير تيولد كبير إلا يطلع عليك وشافك ما خلى ما بين دائما نأخذ هذه الصور تذكارية وكلنا شغف وذوق إلى هذه الثقافة الجميلة ثقافة الاعتراف ثقافة النبل ثقافة الجميل ثقافة الاعتبار لهذه الشخصيات الجميلة والمرموقة في أفق الرياضة والمعرفة. تذكار جميل يقدمه السي حسن غراف لصديق دربه لعبتي مع من؟ هذا هو المدرب. أول حاجة من فضل الله لا والله يا حكم لا والله يا حكم لا والله باش انا الحمد لله في هذا الخير اللي فيه دابا لا من ناحيه لا صحيا ولا ماديا ولا اجتماعيا الحمد لله على كل حال نتمناه من الله باش يتم لنا الله كل خير في اخر العمر ديالنا ان شاء الله بيدي. وهذاك السيد راه كيف تنقول لك تما قلنا في حقه ما غاديش نوفوا لذاك الشيء هذا لانه كان نخد اجيال واجيال
من التصرف، وكان قد اخوان بزاف ديال المسائل اللي هي خارجه على المواضيع، والحمد لله ردهم الطريق بفضل ديال الحضور ديالو والكره ديالو. وكان خير دليل على كان واحد الملعب تاسس هنا في الداوديات وتسمى بسميتو، ملي كتقول تقول بلي تلعب في الداوديات كتقول غادي نمشيو تيران النصران، اذا الاسم راه كبير وكبير كبير بزاف، وراه ما تاخذ حتى شي حاجه ما خذها في الحق اللي كان دار، لا بالنسبه للكوكب ولا فروق الاحياء كلهم ولا طرابو بليك ولا لا. والحمد لله انا لهاد كي قلت لك اللي تكونت على يد سي محمد، والحلقه الاولى اللي كنا مشينا من مدينه مراكش لمدينه بن سليمان جات القوات المساعده وجاو كيدوروا في الاحياء وداك الشيء، ولقاونا هنا في الاحياء عند سي محمد في واحد الفينال، وقفوا كيشوفوا في الفريق وكان من على راسهم السي محمد، وجاو هضروا معاه قال لي بغينا الدراري كلهم اللي عندك بغينا نديهم يكريتو في القوات المساعده يدخلوا يخدموا ويدخلوا يمثلوا فريق القوات المساعده. وكنا مشينا تسعود ديال الدراري في هذيك الوقت في الاول ديال الثمانينات، مشينا شي تسعود ديال الدراري، منهم هو منهم سطيح منهم بزيز منهم عدد ديال الاخوان يوسف بقى عندهم العربي الله يرحمه، عدد ديال اللعابه اللي مشاو، ومشينا دوزنا واحد الوقت اللي هي كبيره تما ياك، وكنا محتلين واحد المكانه مزيان عند دوك الناس ديال القوات المساعده بالفضل ديال السي محمد وفضل الله سبحانه وتعالى. وداك الشيء الى ما شاء الله اخضر هو مشاو دوك الاخوان كلهم، الوحيد اللي كنت بقيت تما ياك، وكنت انا تبغيت نزيد في حاله تحيه ديال الاخوان، ولكن ولاو اخضر وارزاق حتمات عليك باش تبقى تما تعيش في هذيك الارض تما ياك. والحمد لله كنعاود نكرر نقول راه قلت قدما هضرت حق السي محمد ما كانوا فيه حتى الطرف ديال الخير اللي دار في هذاك السي محمد، وهنا راه مديون هذاك السي بزاف ديال الحوايج، نتمنى من الله الله يشافيه الله يرد بيديه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهذه البادره اللي هي جد طيبه، البادره ديال التكريم، ولكن نقولوا لكي لا ننسى واحد الرمز من الرموز اللي عطى بزاف للرياضه في مدينه مراكش، تتلمد على اليد ديالو مجموعه ديال اللاعبين منهم بهجه منهم خلش طاهر منهم السي محمد شاكير، العدد كبير من اللاعبين، اللاعب اللي ما عمرو غادي يتنسى، حيت الملعب اللي كاين في الحي محمدي تسمى بالسميه ديالو هو ملعب مصران، اللاعب اللي عطى بزاف للكره وما خدا منها والو، ولكن الحمد لله الاخوان مشكوره جمعيه اريج وقدماء اللاعبين ديال الحي المحمدي البادره هذه، مشكور بزاف عزيز كوكام السي الكانوني السي محمد شاكير السي محجوب السعيدات محجوب اللي قاموا وفكروا انهم يديروا لهذا التكريم اللي هو متواضع، تكريم اللي ما تيليقش بالقيمه الكبيره اللي عطاها مصران. مصران اللي قلت عليه ما غاديش نوفي الحق ديالو، مصران اللي القلب الكبير، الرجل بمعنى الكلمه بما تحمل الرجل، رجل بما تحمل الكلمه من معنى، رجل اللي قلنا في حقه ولا اللي عطيناه ما عطيناه حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله حتى تنشوفوا الان مصران تيشوف الاخوان اللي تسلمدوا على يديه، الاخوان اللي لعبوا في الملعب ديالو، هذا لنا عظيم الشرف اننا نحضروا في هذا التكريم هذا، ونتمنى ان شاء الله التكريمات ما تحبش في هذا، حيت كاين مجموعه ديال الفعاليات مجموعه ديال الرياضيين اللي تيحتاجوا لهذه الالتفاته ولو انه معنويه، حيت تلعب الدور المعنوي اللي هو كبير في الاكثر في الظرف، حيت توصل واحد لاج توصل الانسان واحد السن تي ديما تيتسنى هذاك كما تنقولوا الجانب النفسي اللي هو اللي تيلعب عليه وتيشوفه وليداته انه الناس تيحبوه تيبغيوه. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يطول في عمر السيد محمد والله يخليه صحته والله يخليه وليداته. السي مصران فسي محمد مصران واحد الشخصيه رياضيه كبيره في حي التوديات وفي مراكش، معروف كاع اللاعبين اكثريه اللاعبين اللي دازوا في مدينه مراكش، لا لاعبين محليين لا لاعبين دوليين ترعرعوا في هذا الملعب هذا، تنتحسروا لان هذا الملعب هذا ما بقاش، فتنظن ان ملاعب بحال هذه عطتنا اسماء كثيره تيخصنا تكون واحد العنايه بالملاعب بحال هذه وباشخاص بحال السي محمد مصران اللي كانوا يتسهروا على بحال هذه الملاعب. اول حاجه تنتمنوا للسي مصران الصحه والعافيه والشفاء العاجل للملوك الصحي التي يمر بها، وتنشكروا اللجنه المنظمه على هذه البادره اللي جمعت مجموعه من الاسماء، شفنا شحال الناس هنا كانوا بحال الاباء ديالنا بحال خوتنا، لان الحي ديالي هذا ترعرعت فيه هو اللي باقين في هذا الحي هذا،
ومشكورين الناس اللي داروا هذا الالتفاته هذه للسي محمد نصران لانه تيستحق تيستحق اكثر من هذا الشيء. يعزل اليسر باش ينطق في هذه النظره النهار بانه بصراحه باش جمع هذا الاخوان صعب باش جمعوا بان واحد المده ديال السنين اللي ما تشوفنا كاين اللي ما تشوفنا مع 30 سنه هنا بان واحد المجموعه الاخوان منهم غراف منهم واحد المجموعه الاخوان لو ما كان الفضل اللي وصلنا ليه دروك هو الاخ نصران كانت عنده واحد المجموعه كان محافظ عليها كان هو بانا هو خونا يسافر بينا تيدير معنا كل شيء بصراحه نصران ليه فضل كبير على الدوديات ونصران ماشي غير انا واحد المجموعه منهم غراف من هنا مشيت انا وغراف وحكمون وعباس واحد الفينال لعبنا هنا وداونا القوه المساعده باقي تنعقل مشينا كان معنا فركين تا هو الله يرحمه عبد الجليل شطرطار مشينا واحد المجموعه ولكن ما صبرناش بقى الاخ هو حسن غرف هو اللي صبر في هذيك المجموعه ولكن رجعت انا في هذيك الفتره رجعت انا لعبت هنا مع الشباب في مراكش كان معايا القرام عبد الجليل ساكن هنا كان تا هو كان واحد المجموعه الاخوان شاكير كان واحد المجموعه الاخوان والفضل ديال اللي وصلنا ليه هو مصران بان كنا واحد الفرقه كانت عندنا فرقه البرارك كانت عندنا فرقه هو يجي اخترنا مصران ديك الساعه وحنا مشيو للشباب مراكش الشباب مراكش ديك الساعه شكون اللي كان فيها؟ كان فيها الاخوان كان فيها فضيل عبد الرحيم اللي كان في الحليف في المنتخب كنت انا كان شاكير كان واحد المجموعه ديال الاخوان كان القرام كان بزاف ما كاين الاخوان اللي نسيت وهذه المجموعه اللي تنقول لك كنا درنا باراج في المغرب لا الصدف هو لعبنا مع الرجاء ديال كازا وربحنا في كازا في لابجيكو في رمضان ولعبنا مع جديده وربحناهم وكنا توخرنا واحد الفينال باقي تنعقل لعبنا الفيدريدو قدام الوداد مع مكناس وكنا لعبنا مع توخرنا مع التوارك في البارج ديال الجنور المغرب وكنا خسرنا بالبيلانتيات وانا ديك الساعه انا ديك باقي تنتعقل كان ديك الساعه باقي خو تيمومي كان ديك الساعه لعب في هذاك الماتش وكنا خسرنا بالبيلانتيات بضرب الجزاء نجي نقول لك كثير من وراء هي هذيك انتقلت انا للشباب الصقيل الحمراء لعبنا تما كانوا الاخوان كان الزعزاع كان واحد المجموعه الاخوان كانوا معنا ديك الساعه الشباب الساقيه الحمراء زعما بصراحه كنا هنا اسره وحده نصران ليه الفضل كثير ونضيف واحد اللقطه تيعاود لكم نصران عليها باننا كنا لاعبين واحد الماتش كنا لاعبين ضد البهجه البهجه ديك الساعه انا داك شكون هما البهجه ماشي البهجه ديال السيدي بن سليمان فيهم موميد فيهم بوشعيب ديال الميلوديه فيهم عمر هذا فيهم رشيد نجاح فيهم واحد المجموعه فيهم العروسيه فيهم واحد المجموعه الاخوان ولاعبين واحد الفينال هنا في تيرامصر بقينا لاعبين المقابله غادي جات واحد الكره وانا نتهز نصر قال لي تهز تهز تامر تهزيت من ضربه بالراس ويطيح غرس عليه واحد وانا نطيح على راسي ويقول لي مصران مالك نط وانا نقول له درت هكا وانا نقول له واه طحت مصران هذه اللقطه باقي تتذكر هذه من الاخوان هذه باقي تتذكر هذه من الكواليس اللي كنا درنا وهذا الشيء تنقول لك تنشكروا الجميع اللي وقف هذه الوقفه والله العظيم راه زعما يعجز الانسان باش يهضر على هذا الشيء بان هذا الشيء مشكورين انتوما ولا الاخوان اللي جاوا من بعيد ولا كل شيء هذا الشيء تنشكركم عليه وتنتمنى وان شاء الله عاوتاني يديروا بحال هذه المقابلات الاخوان بان كاين اللي مات الله يرحمه واللي باقي كاين نشوفوا الاخوان اللي مراد نشوفوهم ماشي حتى تنسمعوا لهم مات ولا زعما تبداو تحسبوا هذا الشيء علاش ديال كره القدم درت لي لهذا الشيء بان لكم كان مصران واحد المجموعه الناس هنا ما كان والو في هذا التيران ما نكذبش عليك اكون نحاربوا الاخوان وكون ولاو ولكن الفضل تيرجع لمصران مصران ديما ترجع الفضل بان مصران هو بانا وكان تيسافر بينا ب 30 واحد 20 واحد تنمشيو للجدار نمشيو للصويره مصران بصراحه الفضل كثير عليه نقدر نقول حتى نعيا وما غاديش يردوا ليه الجميل ديالو وبصراحه واللي تاكد هذا الشيء بان احنا جينا حاضرين معاه اليوم بان مصران بانا وخونا تيبقى وتنشكروا المجلس اللي تعاون معنا حتى هو جا بصراحه تعاون معنا وقت ما دقينا على الباب ديال المجلس ما تيتخلاوش عنا بصراحه ما نكذبش عليك لا الاستاذه ولا الاخوان التركاتيب العام راه حتى هو وقفنا عليه وحلنا الباب ديالو بصراحه نشكروا المجلس الجماعي بانه راه بصراحه بان الناس كلهم تعاونوا معنا لا المستشارين لا من بعيد ولا من قريب وشكرا للجميع شكرا.
اولا كنشكركم اخويا على هذا الشيء اللي درتو معنا، وتنشكر الحضور الكريم للفني دا السيد محمد مصران اللي عطى الشيء الكثير لهذا الشيء كاع كلشي اللي كنشوفوا في التيران واللي وصلوا، لان الفضل ديال الله والفضل ديالو من بعد، لانه داكشي اللي دار السي محمد ما غادي نفوا ليه، لانه شنو لا في الصيف لا في الشتاء كتلقاه وتيتحرم من بعد الملاعب وتعاود يقلب على شي تيران وعاد يحفر ويدير عاد باش يفور لينا فين نلعبوا، وتيصبر لينا الحماقنا وصبر لينا لعبابنا تنتقاسموا معاه. ومع ذلك السي محمد لانه صابور وكاتم وهادشي كاع اللي تنديرو كله والله العظيم بإذن الله الا ما درنا ليه والو، لانه كي قلنا الاخوان هاد التيره خصها تسمى بسميتو تيران مصران، لان هنا تجي الا بغيت نعتي لشي واحد من المدينه كتقول لي تلقاني حدا تيران مصران، ماشي حدا مخبازه ولا حدا تتجرى على تيران مصران. وراه اش نقول لك، راه الدوديات راه سنين هذه ما بقات عطاتنا حتى شي لعاب من نهار تحيد تيران مصران، وراه الناس شاهدين على هادشي لعاب واحد ما بقاش تعطيهم بعد، ربما اخرهم هو حسينة ولا ما راه ما بقاش تعطي شي لعاب، لان مصران كان موفر تيرانات ومشاو لعابه وصلوا لاعلى مستوى بفضلو هو. فضل الله سبحانه وتعالى فضله هو، وراه كل شاهد على هذا، وتنطلب الله الله يطول في العمر، الله يطول في العمر. كما تعرف الجميع احنا جد سعداء بهذا الحفل التكريمي اللي هو اللاعب الخلوق والاب الروحي ديال هذه المناسبه هذه اللي هو مصران، وكما تعرف الجميع احنا جينا باش نحفل هذا التكريم ديالو، احنا جد سعداء والله يحفظ ليه صحته والله يحفظ ليه العائله ديالو. مصران قدوه، عرفتي شحال عرفتي شنو هو مصران؟ مصران راه كاين في المغرب كله، في اسفي في الدار البيضاء في طنجه في سميتو، ديما تسمع واحد مصران كاين في مراكش، وحين تيجيو لمراكش تيقولوا تيران مصران، وتيران مصران تكونوا فيه امه اللعابه وبزاف ديال اللعابه وجميع اللعابه اللي في الوجود كانوا وكاينين دابا تكونوا في تيران مصران. عباس كنعرفوه بانه لعب الكره قديم من الاوائل اللي لعبوا الكره مع مصران النيت، وهذا قول لنا اشنو هي السنوات اللي كنتوا كتمارسوا فيها؟ السنوات راه من 78 77 78 حتى لعبوا في تيران مصران، فهمتي؟ ومن تيران مصران مشينا لعب بحالي انا مشيت لعبت كامل الرياضي المراكشي وفي الميلوديه المراكشيه وفي الميلوديه المراكشيه وفي اسمار شركة سيما اسمنت، ومهم الحمد لله ومشيت ليكيب ناسيونال ديال الشبان وداك الشيء فهمتي مع السي عبد الله مراكا وداك الشيء وداك الشيء وشكون اللي كاين تيران مصران، وكل شيء تيقول هاد الناس تكونوا من تيران مصران فهمتي، وهذاك مصران تنقول لك بالله قدوه ديالنا فهمتي، وتنحترموه لحد الان وهو الاب ديالنا والاخ ديالنا وكل شكون هو كانت عنده فرقه ديالو، وحنا كانت عندنا فرقه الجزائر كانت فرقه البرار كانت فرقه ديال بزاف الفرق، ولكن فين تيلعبوا في تيران مصران، ومصران دائما هو اللي تينظم البطولات هو اللي تيدير الانشطه هو اللي تيدير كذا هو اللي تيدير الاجتماعات هو اللي تيسميتو. وتنشكر الاخوه اللي نظموا هذا التنظيم الجميل الله يجزيهم بخير، كل الاخوه كلهم تنشكر سي محمد مصران الملقب بصوتيح الله يجزيه بخير والله يتم بقى على خير الله يرحمه والله يجزيكم بخير. دقنا في حقوق قليل ضحى من ناحيه الرياضه ومن ناحيه الدوديه ضحى معنا الكلمه. هنا بالصدق من فريق برارك تنشكروا قدماء الحي محمد اللي داروا هذه البادره حسنه، وخونا سطيح راه هو اللي ربنا هو اللي علمنا وبعدنا على بزاف المسائل، تنشكروا وتنشكروا جميع الاخوان على راسهم على الصدق الكامل. وتنشكر اللي قام بهذه البادره الطيبه وفيها تلاقينا مع بعض الاصدقاء لمده 10 سنين ما شفناهمش، وكان عندنا واحد الشوق باش نتلاقوا الحمد لله وزدت الحيويه بالنسبه لنا هكا، وتنشكر الجميع اللي قام بهذه البادره. مسير حرفاوي في الشباط لاعب ديال البرك، وحنا ملي حلينا عينينا خرجنا لتيران مصران تنلعبوا في تيران مصران، هذا السيد هذا ماشي خصو يتدار ليه تكريم، خصو يتدار ليه تمثال هذا السيد هذا، لانه 80% ولا 90% كاع قلت تقريبا 100% تاع الدراري اللي مكانو رماهم هو الكرة القدم وخرجوا لفرق كبار وسميتو هو اسطوره في الحقيقه بالنسبه لنا احنا، تيبين لنا بانه اسطوره هذاك السيد بانه اعطى كور بزاف للكره المراكشيه وعطى الكره المغربيه، وهادشي تنتمناو ليه الخير ان شاء الله والشفاء العاجل. وعليكم الدحوري عبد الرزاق اللاعب لعب في الكوكاب لعب في الميليتيا لعبنا في النجم شويه في الكمال، وتنتمناو الشفاء للسي مصران وراه قدوه هذا الرجل مصران
راه تان بون جوار دوز الكره ولعب في الكودي مسكين ما خلى فيه اللعب ولعب في الانديه ولعب في حاجه مسكين ونتمناو ليه الشفاء ان شاء الله ونتمناو لهاد الناس ديال مراكش يجمع الناس يشوفوا في الناس في هاد الناس القدام ديالنا راه ما تيشوفوا فيهم راه ما داروا معاهم ولا مساكن لعبوا وكاين اللي مريض خصهم يحاولوا يدوروا يشوفوا هاد الناس اللي مرات مساكن والله يشافي هاد الراجل الله يشافيه ونتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله ونتمناو لهاد الناس ديال مراكش والادارات وكل شيء يدوروا لهاد الناس اللي دوزوا الكره نتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.